السلام عليكم مرحبا بكم في قناة محمد الناصر اليوم فيديو جديد غادي نشرح لكم على هاد الآلة اللي يطلبوني عليها الناس وبزاف ديال الناس اللي كيسولوا كي عليها وكيبغيو يعرفوا عليها المعلومات الضرورية اللي خصك على أي ماكينة أول حاجة العلبة الأصلية والأوريجينال ديال هاد الآلة فكتجي على هاد الشكل صراحة بوطة اللي متميزة وزوينة الصراحة يعني إلا بغيتي تاخد شي آلة بحال هادي خصك تشوف مزيان في البواطة ديال هاد الآلة اللي عندي حاليا هادي أوريجينال مية في المية شوف بواطة تكون بحال هادي وتا الماكينه لداخل يعني ماشي غادي يغرك غير البواطه شوف البواطه خصها غادي تحبك دوريجين راه خصك تقلب تا الماكينه لداخل مزيان وباش تعرف انت شنو كتشري ماشي غادي تمشي تشري شي ماكينه وانت ما عارف عليها حتى حاجه وفي الاخر غادي تقول بتشري شي حاجه كوبي وغادي تضرب بها شهر شهرين غادي تخسر ليك اخويا والمتضرر الوحيد في هذا الشيء غادي يكون غير انت فاول حاجه غادي نفتحوا البواطه ديال هذه الاله البواطه ديال هذه الاله كتحل على هاد الشكل صراحة هاد البواطا راه واحدة متميز على الالات الاخرى اللي غادي تنفعك بزاف بزاف الا كنتي كتقرا في ديال الحلاقة فهاد البواطا صراحة تقدر تجمع فيها المقص ديالك والمشاطئ و الماكينة وتهزها معاك فين كتقرا وغادي تخدم لك مزيان وغادي تصبر معك ان شاء الله حتى تأخذ الدبلوم ديالك اول حاجة كيجي لنا مع الماكينة كما كتشوفو كيجيو معها كتيبات وكتجي مع الماكينه ديالنا المشطه اللي معروفه كتجي مع جميع الات وال واللي لاحظتوا في هذه المشطه الصراحه هي رقيقه شويه على المشطه اللي كتجي مع ليجوند وماجيك كريب وكيجي مع الماكينه ديالنا الزيت واحد الشيشه اللي غادي تقدر تمسح بها سنان ديال الماكينة وكيجيو معها 8 ديال المشاطير اللي غادي ينفعوك بزاف عكس بعض الالات الاخرى اللي ما كيجوش فيها جميع المشاطير بحال هادي كيجيو فيها في الاخرين غير خمسة ديال المشاطير اما هادي 8 ديال المشاطير كما كتشوفو في التصويرة من بريميرا تال ويتيا وكيجي مع الالة ديالنا واحد المقص اللي الصراحه جربته لقيت الكاريتي ديالو عيانه ماشي المقص اللي غادي يخدم معاك في الحلاقه بزاف هذا المقص غادي يقدر يخدملك غير الا كنتي باغي تتعلم يعني مهم ماشي شي كاريتي مزيانه مقص اللي عادي عادي الصراحه بحال هذوك اللي كيديروا 15 درهم 20 درهم مقص اللي عادي شايفو ما غاديش يصلح لك الخدمه وبالنسبه يعني لهذا المقص الا كنتي كتحتاج المقص فشري مقص زوين كاين مودين ايطاليا كاينين مقصات زينين واذا كنتو مهتمين باحسن انواع المقصات فكتبوا لي في الكومونتير وغادي ندير لكم فيديو دابا غادي ندوزو الماكينه ديالنا الماكينه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذه الماكينه اللي صراحه متميزه وغادي تخدم الناس المبتدئين في الحلاقه غادي تخدم معاهم مزيان وهذه الاله اصليه 100% ومكتوب فيها مود ان يو اس ا ماشي شي دولة أخرى وماشي شي كتابة أخرى هاد الكتابة اللي مكتوب تما هاديك هي الكتابة اللي كتجي لينا في الآلة الأصلية ديال وال 300 برو وبالنسبة للسنان ديال الماكينة واللي كيبغي يعرف أش من نوع ديال الأسنان ديال هاد الماكينة فهاد الماكينة كتجي لينا على هاد الشكل وغادي نبين لكم دابا حاليا السنان ديالها بالتفاصيل مزيان مزيان وغادي تبان لكم باش حتى واحد ما في الشيء وتش واحد ما غادي تقول فيها الا بغيتي تشري هاد الماكينه وشايف راسك غادي تنفعك فمن خلال هاد الفيديو غادي تعرف انت بالضبط واش هاد الماكينه غادي تصلح لك وغادي تنفعك او هاد الماكينه ما غاديش تصلح لك وما غاديش تنفعك انت حاليا غادي تقرر لحقاش جميع المعلومات اللي خصك تعرف على هاد الماكينه انا قلتها لكم في الفيديو وجميع المعلومات اللي خصك تعرف على شي ماكينه اخرى راه كاينين عندي في الفيديوهات الاخرين يعني دابا نتايا غادي تقرر شنو غادي يصلح لك مزيان واش الوال 300 او الوال سوبر تابر او الماجيك كليب او جميع الات الحلاقه اللي تقريبا جميعا هضرت عليهم وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على هذه الاله واش غادي نشريها ولا لا فانا كنقول لك اخويا العزيز ان هذه الاله كتستاهل تشريها وزوينه الصراحه وغادي يستنفع بزاف بزاف الناس اللي يلاه كيبداو في الحلاقه اللي غادي يصبر لك مزيان وبالخصوص ملي تزاد الثمن ديال سوبر تابر اللي معروفه حاليا في السوق واللي وصلت حتى 750 درهم اللي هي 75 دولار دابا غادي نجربوا لكم الماكينه وغادي تعرفوا الصوت ديالها فكما كتشاهدوا الماكينه ديالنا عندها صوت لي صوت واعر بزاف وعندها موتور تبارك الله ما شاء الله مجاهد بزاف بزاف واللي باغي يشري هاد الماكينه راه كنشجعوا باش يشريها ماكينه اللي مزيانه الصراحه بتجربه الناس اللي خدموا بها والصراحه راه ماكينه مزيانه مزيانه الصراحه واللي بغى يشريها راه قلت لكم راه كنشجع الثمن ديالها كدير 500 درهم ثمن اللي مناسب الصراحه ومناسب بزاف بزاف في هاد الاوائل الاخيره اللي شوفوا واحد الارتفاع صاروخي بزاف في الاسعار ديال ماكينه الوال حيت دابا الوال سوبر تابر اللي معروفه بزاف عند الناس اللي كانت كدير في الاول 420 درهم 430 درهم حتى 450 درهم دابا ولات كتوصل حتى 750 درهم وشراوها الناس في السيمانه اللي دازت ب 750 درهم يعني 75 دولار يعني دابا كنشوفوا واحد الارتفاع اللي, اللي كبير بزاف وكنشوفوا هاد الاله اللي هي الوال 300 برو اللي كتقدم بزاف ديال المزايا وبثمن مناسب الصراحه اللي هو 500 درهم 50 اورو او 50 دولار وهذا التمر راه كيختلف ما بين مدينه ومدينه غادي تلقى في مدينه الثمن اللي مرتفح بزاف على 500 درهم وتقدر تلقاه في مدينه اخرى ب 500 درهم او ناقصها شي 10 دراهم او ما كملاش وغادي تلقى في السيتات حاليا راه دخلت للسيتات وشت كاينين السيتات اللي كيبيعوها ب 750 درهم وكاين السيتات اللي كت... كيبيعوها ب 800 درهم وكاين حتى 850 درهم يعني نتوما راه حضيو راسكم وحاولوا ما تشريوش الكوبي شريو الدوريجين وشريو على شي واحد ثقه والثمن ديالها راه قلت لكم الاصلي نيشان كنبيعوها ب 500 درهم يعني 50 دولار وبالنسبه للناس اللي كيسولوني كيفاش نقدر نعرف الماكينه كوبي من الدوريجين فاول حاجه نقدر نفيدك بها اخويا العزيز هو خصك تكون انت ديجا شتي الماكينه دوريجين وحديثها بيدك ويعني عرفتي الميزان ديالها وعرفتي الصوت ديال الموتور ديالها ديال الموتور وديك الساعه راه غادي تعرف الكوبي ديالها لاحقاش كاين واحد الفرق اللي كبير بزاف الصراحه ما بين الكوبي والدوريجين وباش تفرق بيناتهم خاصك تركز على دوك النقاط اللي كيكون فيهم الاختلاف بحال صوت الموتور اللي قلت لكم والسنان ديال الماكينه والفينيسيون خوتي خواتاتي هنايا كنوصلوا الى نهايه الفيديو كان معكم خوكم محمد الناصر كنتمنى الى استفدتوا ولو واحد منكم من هذه المعلومات خليو لي لايك وبارطاجيو مع اصحابكم وما تنساوش تابوناو عندي في القناه كنقدم واحد المحتوى اللي غادي ينفعكم بزاف لا في مجال الحلاقه ولا في مجال الهواتف النقاله ولا في مجال الالكترونيك بصفه عامه وكنشكركم بزاف وصلنا ل 5000 اخ واخت في العائله وكنتمنى تزيد تكبر عاد العائله شكرا لكم بزاف